خليني أودعني أبدأ معكم أستاذ أحمد وعودة على حملات المقاطعة. حملات المقاطعة في الحقيقة كثيرة وابتدأت ربما منذ 12 عاما منذ اليوم الأول لإعلان استضافة قطر كأس العالم. الحملة ترافقت وتنوعت الهجمات من تقارير صحفية تتحدث أو يعني تعتمد أو تتعلل لصح بوجود معاملات سيئة للعمال المهاجرين في قطر. سؤالي وأنتم المقيم في باريس وكاتب في الاستشراق أستاذ أحمد، إلى أي حد هذه الانتقادات والهجومات الصحفية موضوعية بل وبريئة في نقدها لقطر؟ لا لا، هي موضوعية ولا هي بريئة أخي العزيز، هي تعكس بدرجة كبيرة حالة صعود اليمين المتطرف في أوروبا وفي أمريكا. يعني أنت تعلم معظم الانتخابات التي أجريت في السنوات العشر الأخيرة باستثناء قليلة شهدت صعود هذا اليمين المتطرف، ولا تنسى أيضا صعود هذا اليمين المتطرف داخل إسرائيل. يعني نعم. يعني انظر من الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، يعني بن غفير، نتنياهو، وهؤلاء غلاة اليمين المتطرف. يعني فهذه الأشياء تنبع من يعني مناخ سائد في أوروبا طبعا لا نتمناه، ولم نكن يعني نتوقع أن القطارة الأوروبية والأمريكية يمكن أن يصل بها الحال أن تترك مصيرها في اليمين المتطرف. يعني هذا هو السبب الرئيسي. يعني هناك أسباب أخرى، أن سياسة قطر مثلا لا تروح لإسرائيل، وسبق أن قررت السلطات الإسرائيلية منذ سنوات حتى إغلاق مكتب الجزيرة إسرائيل، وطبعا تسقط شرط في أستاذ أحمد. هناك اسمح لي، هناك تقطعات في الصوت، حاول أنك تقرب المايك من فمكم فقط. صحيح الإعلام الصهيوني ركز في الأيام الأخيرة وانتقادات كبيرة، ويعني قال إنه الدولة التي تحتضن الإسلام الراديكالي خطر على العالم، ولكن بحسب ما علمنا أنه تم فتح خط مباشر بين دولة الكيان الصهيوني وقطر، ألا يتعارض هذا وهذه الحملات؟ بالطبع أخي العزيز، وناهيك عن، وهذا ما قلت في إحدى القنوات، أن قبل قناة الجزيرة لم تكن هناك قناة عربية واحدة تستضيف باحث إسرائيلي ولا كاتب إسرائيلي ولا مسؤول إسرائيلي. مع ظهور الجزيرة حدث هذا، فقناة الجزيرة وقطر ليست في هذا العداء الذي تصوره إسرائيل، لكن يقولون هذا لأنك أنت الآن في إسرائيل أمام طيار صاعد مرعب في يعني آراءه وأفكاره وحملاته. يعني وأعتقد أنه ربما يكون خطر على إسرائيل نفسها، يعني قبل أن يكون خطر على البلاد العربية. ولا الخطر ليس في قطر، الخطر في اليمين الذي وصل إلى الحكم في إسرائيل. نعم.